مرحبا بأطفال صبورة النت. هل ترى ما هو درسنا اليوم؟ هل تعرفون ما هذه الخطوط المتقطعة؟ ماذا نسميها؟ أحسنتم، إنها الخطوط الأفقية. سيكون درسنا اليوم عن الخطوط الأفقية، لذلك سنتبع طريقة الاتباع بالنقاط المتقطعة. لذلك سأقوم بتتبع هذه النقاط لأتحصل على الوعاء الملون، ولا ننسى أيضا أن نقوم بتلوين بقية الوعاءين. سنقوم الآن باتباع الخطوط المتقطعة هكذا. وهكذا ولنختار أيضا الوعاء الثالث. هكذا أنهينا الثلاث خطوط المتقطعة. فماذا بقي لنا يا أطفال؟ بقي لنا التلوين. ماذا يوجد لدينا؟ اللون الوردي واللون الأزرق. فلنختار من هذه الألوان حاجتنا منها. فلنختار اللون الزهري. أين هو؟ أين أنت؟ هذا هو الزهري. فلنلون الآن. لقد أنهينا التلوين. أحسنتم يا أطفال. سنرجع قلمي إلى مكانه. أكملت الوعاء الأول والثاني، وهكذا أصبح لدي ثلاثة. أحسنتم. فما هي هذه يا ترى؟ أتعرفون منارة البحر؟ نعم، تلك التي يشع منها الضوء ليلا. أحسنتم، هذه هي المنارة. فماذا سأفعل في بدء الأمر؟ أول شيء سأكمل الخطوط المتقطعة، ثم ماذا أفعل؟ أحسنتم، أقوم بالتلوين. سأقوم في الأول، سأختار اللون الأحمر لأقوم برسم الخطوط المتقطعة. أتبعها بكل انتباه لكي لا أخرج عن خطي أو يميل خطي إلى جهة أخرى، ولا نبطئ أيضا. علينا اتباع هذه الخطوط بسرعة، فهي سهلة. هكذا وهكذا أنهينا المنارة الأولى. فلنختار اللون الأخضر لننهي المنارة الثانية. هكذا، ما أجملك يا أخضر. وهكذا أيضا. فلنتبع الخطوط بكل انتباه كما أفعل أنا الآن. انظروا كيف أنا أتبع الخطوط دون أن أخرج عن خطي أو أميل به إلى جهة أخرى. ها قد أنهينا. أحسنتم، أكملت المنارة الأولى والثانية. فماذا تبقى لدينا يا أطفال؟ التلوين. أحسنتم، أظن أنكم تحبون التلوين كثيرا. سأختار هذا اللون لأنه يشبه تقريبا كما هو موجود في المنارة الأولى. فلنلون، وإن لم يكن لديكم متوفر هذه الألوان، لونوا المنارة كما تحبون.
سأقوم بالتلوين. الآن يا أطفال أنهينا المنارة الثانية. ما أحلى ألوانها! هكذا نقوم بإنجاز تماريننا بنجاح. أحسنتم أحسنتم، ممتاز. فلننتقل إذن إلى التمارين الثاني، أكيد باش سيكون في الخطوط الأفقية. لا نزال في هذا الدرس. انظر ما أجمل حيواناتي، كم هي جميلة! ما هو يا ترى تماريننا اليوم؟ اتبع الخطوط المتقطعة. هذا تمرين سهل. سأختار اللون الأحمر لأتبع الخطوط المتقطعة. أين هي الخطوط؟ هنا، انظروا، إنها توجد العديد من الخطوط المتقطعة حول الحيوانات. فلنبدأ يا أطفال. ما هذا الحيوان يا ترى؟ ما هو يا ترى؟ أظن أنه ياسوس صغير أو بطة. وهذا، هذه دجاجة. وما هذان حيوانان؟ أكيد إنهما عصفوران جميلان. أنا سأغلق الخطوط على هذه الحيوانات لكي لا تهرب. ما بقي لدينا؟ يوجد هنا الأصدقاء، أصدقاء الحيوانات. سأغلق عليهم الخطوط ليظلوا أصدقاء مدى الحياة. جملي يا جملي، سأغلق الخط لكي لا تهرب. عصفوري الجميل، آسفة لأني سأغلق عليك الخطوط، ولكني أحبك ولا أريدك أن تطير. نحولة يا نحولة، سأغلق عليك الخط الأول والثاني لكي لا تقرصينا. هكذا أكون أكملنا التمرين الثاني، وهو سهل. الآن سأنتقل إلى التمارين الموالي، وهو أتبع الخطوط المتقطعة. ولازلنا أكيد في الخطوط الأفقية. سأختار الأزرق. ما هذا الشكل يا ترى؟ ما هذه؟ إنها الطاولة، أحسنتم. وفي ماذا نستعملها؟ ندرس عليها، نأكل عليها، لذلك هي مهمة. هيا فلنصل هذه الخطوط لكي لا تنكسر طاولتنا. أحسنتم، عملكم جيد، عملكم جيد يا أطفال، تستحقون التشجيع. أنهينا الطاولة، كم هو سهل هذا التمرين. فلننتقل إلى الثاني. ما لون هذا القلم؟ أحمر، أحسنتم. وهذا أزرق، أحسنتم يا أطفال. فلنبدأ باللون الأزرق. لماذا؟ لنصل بقية الخطوط المتقطعة ونتبع السهم. السهم يقول نبدأ من اليمين. فلنبدأ يا أطفالي. أكملنا؟ 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 سنصل سنصل. وصلنا، ها قد وصلنا وأكملنا
الخطوط المتقطعة بالأزرق، فما تبقى لنا هو التتبع الخطوط باللون الأحمر. فلنبدأ إذن باتباع السهم، هكذا هكذا، خط أفقي ثان وخط أفقي ثالث ورابع وخامس، ها قد وصلنا، أحسنتم. بالأخضر سأكمل هذا وهذا، وبالأصفر سأكمل المربع الآخر، خط أفقي خط أفقي. ها قد أكملنا درس الخطوط الأفقية وأنجزنا العديد من التمارين وأنجزتموها بنجاح، أحسنتم يا أطفال. إلى اللقاء.